بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني كثيرا أن أجد نفسي في هذه الرحاب، في رحاب هذا المسجد المبارك وبين إخواني الكرام أصحاب الوجوه الطيبة في هذه اللقاء الطيبة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن ينقذ به الإنسان الجميع من الحسنات. مقومات الحضارة الإسلامية المشهودة، ما أجمل النجاح وما أجمل هذا النجاح إذا كان في الإسلام. نحن نعيش حياة واحدة، لو قدر لنا أن نعيش حياة ثانية في دار الدنيا ربما لكان لبعضنا مبررات. هذه المبررات يبني عليها طرائح عدم الصلاح والانسحاب من البناء، من دار من مجال البناء، وربما يعني يجد في ذاته وفي نفسه أملا مغروسا يعني يدفعه إلى تأجيل ذلك الفعل الحضاري إلى حياة ثانية يعيشها في دار الدنيا، ويجد حياة واحدة فقط. إذا أحسننا استثمارها وحققنا الشهادة التي ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلا شك أن هذا الطريق هو الطريق، طريق النجاة، طريق الصلاح، طريق السعادة في الدارين. ولكن نحن نملك حياة واحدة، فليس هناك حياة أخرى إلا في الآخرة. هناك حياة واحدة في دار الدنيا، موت واحدة وحياة أخروية واحدة. لذلك لا يجوز لنا بأي منطق وبجميع المقاييس أن نضيع هذه الفرصة الوحيدة التي نملكها بين أيدينا. هذه الفرصة يجب أن نحسن استثمارها، هذه الفرصة يجب أن لا نضيعها. نستثمر أوقاتنا، نستثمر حياتنا في البناء، بناء الذات وإصلاح الغير، وفي بناء العمران وإقامة حضارة وإقامة الشهادة على الناس ونشر دعوة الحق وخدمة الإسلام وخدمة الإسلام شرف ما بعده شرف. نستثمر حياتنا وجهودنا وأوقاتنا في ذلك كله. أما الذين هم غافلون، الغافلون نسأل الله أن يهديهم إلى صراطه المستقيم. وربنا في أواخر سورة الأعراف يقول: ولا تكن من الغافلين. الإمام ابن القيم حينما قارن بين الغفلة والنسيان قال: إن النسيان يعني سرعان ما يتذكر صاحبه، قد ينسى صلاته، قد ينسى أي عمل أو أي موعد من مواعيده، سرعان ما يتفكره ويتذكره. ولكن الغفلة قد تؤدي بالإنسان إلى أن ينسى أو يغفل ويترك ويتخلى عن التزاماته طوال الحياة. هذا الذي يبرر سلوك الغافلين، فمن الغافلين من لا يصلي طوال حياته، طوال عمره، من لا يزكي، من لا يصوم، وحينما يموت يندم ولكن حكم لا يدفع الندم. وعالج هذا الموضوع من خلال نقاط محددة. النقطة الأولى أولا مفهوم الحرام باختصار شديد: الحضارة هي ثمرة التفاعل بين الإنسان والكون والزمن أو الوقت. هذه ثمرة، ثمرة التفاعل بين هذه العناصر هي التي تشكل مفهوم الحضارة. علماء الحضارة حينما تحدثوا في هذه المواضيع أكدوا على هذه المعاني الكبرى، العناصر الأساسية الكبرى البارزة في بناء الحضارات: الإنسان والزمن الوقت والكون
وهو الذي يمثل الجانب المادي في هذه الحالة. ثم أن هذه الحضارة مثل الإنسان تماما، لها جسم وروح، جسم وروح، مادة وروح. جسم الحضارة يتمثل في المنجزات المادية من المصانع والجسور والعمران والطائرات والسيارات إلى غير ذلك. هذه الماديات، هذه المنجزات المادية هي التي تمثل جسم الحضارة. أما روح الحضارة، الجانب الروحي والجانب المعنوي في الحضارة، يتمثل في العقيدة، يتمثل في القيم والأخلاق، يتمثل في هذه المسائل المعنوية التي لا يمكن أن تستغني الحضارة عنها إطلاقا. فإذا ركزت على الجانب المادي وأهملت الجانب الروحي المعنوي، صارت حضارة مدمرة للإنسان، حضارة يشقى الإنسان في غيابها، كما نشهد اليوم في حضارة اليوم التي أهملت كثيرا هذا الجانب الروحي المعنوي. النقطة الثانية، عناصر الحضارة، أشار إليها في التعريف، تتمثل في ثلاث عناصر أساسية، في ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو الإنسان، وهو العنصر الأساس في بناء الحضارات. لا يمكن أن نتصور حضارة بغير الإنسان. الإنسان هو العنصر الأساس الذي يفكر، الذي يبني، الذي يستثمر الوسائل المبثوثة في الكون، إذ فهو العنصر الأساس. لذلك نجد القرآن الكريم كما تعلمون جميعا يهتم بهذا العنصر، وقد كرمه الله عز وجل في قوله ولقد كرمنا بني آدم. فالقرآن اهتم كثيرا ببناء هذا الإنسان الذي يمثل العنصر الأساس في بناء الحضارات. والعنصر الثاني هو الحياة أو الزمن أو الوقت. هذا أيضا كنز آخر منحه الله عز وجل للإنسان. والكثير من الناس لا يعرف قيمة الزمن. ومن الكتب التي ألفت في هذا المجال، الكتب الرائعة، كتاب الدكتور مفتاح أبو غدة المحقق تحت عنوان قيمة الزمن عند العلماء، عمل إشارات لطيفة جدا إلى هذا الزمن. ومما يذكره في هذا الباب، يذكر خصائص الزمن أو الوقت. قال: إن الوقت من خصائصه أنه لا يمكن تخزينه، كما يخزن الماء. واحد اللي عنده أموال قادر يخزنها، قادر يحفظها في حرزها في البنكة ولا في داره ولا في أي مكان، ولكن الزمن لا يمكن تخزينه. المال يمكن تخزينه، كي تحتاج تلقاه موجود، والزمن اللي راح نسمنه في عمره يقدر يقول نلقاها ونسترجعها، ما كان والو، ما كان هناك أدنى أمل. من هنا سبحان الله الذين يضيعون موش دقائقهم، أو الذين يضيعون أعمارهم، مستعد باش العمر تاعو يضيعوا في التفاهات، يضيعوا فيما لا يجدي نفعا. ومما أذكره في هذا الباب من لطائف ما ذكر الأخ الكريم الصلح، من رجل واحد عنده 35 قضية في المحاكم الجزائرية، 35 قضية عنده في البينال، عنده في السوسيال، عنده في الكوميرسيال، عنده كل شيء. بعد كي درت رصدنا من الفرد، قلنا ربما في 5 قضايا تستحق ان تبقى على مستوى القضاء، اما 30 قضيه تحل على مستوى وجه الصلح ولا على مستوى يا عزاله اللي ما قدرناش نروح المحكمه العليا يا عزاله. وبعدين الرجل قال لك هكذا 35، قال لك فوت قضايا اخرى قبل هذا الباب. كنت صافي حياتي كاع رايحه في المحاكم. قال لي ايه هذا هو حياتي كاع رايحه ثم. كنت انت صافي كنت صافي ربي سبحانه يقول انت واش درت كي بعتك الدنيا عطاك 60 سنه 70 سنه كاش ما دير حضاره كاش ما تبني كاش ما
تدخل روح البشري، انا الاكسبير في البشري، الروح تدير لي ارض، هذه حياتي، رسالتي في الحياه ان اروح ندير المشاكل بالمحكمه المحكمه بالقضيه القضيه، 35 قضيه على مستوى المحاكم في التريبيونال في لاكور سوبريم الى اخره، تخصصات مختلفه، يعني تقريبا يوميا عنده استدعاء من جهه من جهات من غرفه من غرف القضاء. لذلك اؤكد على عنصر السمن، فيقول من خصائص السمن لا يمكن تخزينه، من خصائص السمن ايضا انه سريع الزوال، فاذا زال انتهى ايضا لا يعبر، سريع الزوال خاصه في زمننا هذا، كل استراحه يقول كيف بدا السمانه بالسبت هاي وصلت الخميس ولا الجمعه، يبدا الشهر راح بكري كنا نسمعوا سنه 2000 كيشكون الشهر واش صرا وجاء 2000 وراح 2000 وراح 2007 وكريم يروح والدنيا كاع تروح. الزمن هذه بعض خصائصه، لذلك رب سبحانه وتعالى هذا الزمن حتى في اليوم تاعنا، يعني واحد الى 60 سنه ومن نوع اليوم 8 سوايع من 20 سنه نوم صافي 20 سنه راح ترقد اتي ثلث 40 سنه ما هوش راقد 20 سنه راقد، هذا الليل قلت 8 سوايع ما هوش هذا الليل 10 و12 و14 و15 من فتاوى اللطيفه هذه جاتني في رمضان، واحد قال لنا طول النهار طول الليل سهران صحة ورقد طول النهار راقد، قال كي مرت رحت باش نغسل وجهي وفد الشيخ المغرب، قال لي ما حكم هذا الصيام تاعي؟ قلت له واش نقول لك؟ إذا شفت بجهة النية راك درت النية وصحة ناوي باش تصوم، كي نشوف هذه الجهة هذه نقول صيام صحيح، كي نشوف بجهة أخرى صوم خمس دقائق، قلت له الصيام تاعك الفتوى تاعو الصيام تاعك ان كلاس لا يصنف وين صنف ماشي هنا. طيب اذا العنصر الثالث هو الكون، الكون هو المجال المادي العامر بالنواميس والقوانين والسنن التي يجب ان نعرفها ونحسن استثمارها، وسنن الله غناها لا تتبدل ولا تتغير، لا تعرف المجاملات ولا المحاباه، من يعرفها ويحسن استثمارها الله يبارك، اما من يجهلها واساء استثمارها والتعامل معها يصطدم بها وسيكون من الخاسرين حتما. طبعا سافصل قليلا في هذه النقطه ان شاء الله في خاتمه هذا الموضوع. الآن نروح للنقطة الثالثة، ثالثاً نتحدث عن العصر الحضارة المعاصرة إيجابيات وسلبيات. الحضارة المعاصرة القائمة اليوم هي الحضارة الغربية التي تقوم على الفكر الغربي اللي عنده سمات وخصائص كثيرة، من هذه الخصائص تاع الفكر الغربي أذكرها دون شرح. الخاصية الأولى غموض الرؤية في معرفة الألوهية غامضة، فهذا الفكر الغربي لا يؤمن لا بألوهية عالمة قادرة ولا بنبوة هادية. اثنين، النزعة المادية، تفسير الكون والحياة والمعرفة والسلوك وكل شيء يفسر تفسير مادي. الخاصية الثالثة الفصل بين الدين والحياة، إذ أن الدين في نظر هذا الفكر الغربي لا علاقة له بالحياة، لا يضبط حركة الإنسان في الحياة. من خصائص الفكر هذا الصراع، فكرة الصراع، الصراع بين الإنسان وربه، الصراع بين الإنسان ونفسه وفطرته، الصراع بين الإنسان والطبيعة، الإنسان هو الإنسان، فكرة الصراع هذه من السمات البارزة للفكر الغربي. أيضا السمة الخامسة والأخيرة الاستعلاء على الآخرين، فهذه نزعة تتحكم في عقول الغربيين حيث سادت عندهم ما يسمى بنظرية تفاضل الأجناس، وهذه النظرية إذا سقطت من الناحية العلمية لم تسقط من الناحية الواقعية. إذا أهم إيجابيات هذه الحضارة الغربية، ربنا قال لا تنقصوا الناس أشياءهم، على إيجابيات كثيرة يمكن أن نقتصر في الإيجابيات. الإيجابية الأولى ألف اختصار المسافات، ب توفير
توفير الطاقات، جيم توفير الأوقات. ثلاثة تختصر كل الإيجابيات بتاع الحضارة العربية. اختصار المسافات عن طريق وسائل الاتصال، الانترنت من دا والباربول من دا وهذه وسائل الاتصال المعاصرة، يعني كثيرة جدا. فاختصرت المسافات. توفير الطاقات سواء كانت بدنية أو طاقات ذهنية، وكذلك توفير الأوقات أيضا عن طريق وسائل الاتصال. السلبيات كثيرة أيضا تحصى، أذكر أهمها. السلبية الأولى الانحلال الخلقي، واضح لا يحتاج إلى بيان، كما قال الشاعر العباسي المعروف المتنبي والطيب، قال لا يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فهذه واضحة أكثر من أن توضح من مظاهر الإنحلال الخلقي. شيوع ما يسمى بظاهرة الأمهات العازبات، شيوع ظاهرة الإجهاض اللي تسميها منظمه الصحه العالميه في اخر تقرير لها على المستوى العالمي، سمت تقرير الاجهاض نقطتان مجازر بشريه. ظاهره الاجهاض التي تفشت عبر العالم، هناك احصاءات مذهله لظاهره الاجهاض نظرتها. كذلك من علامات ومن مظاهر الانحلال الخلقي انتشار ظاهرة الأولاد غير الشرعيين، كذلك الأمراض الفتاكة مثل السيلة وغيرها. ومما يعني يوسع من دائرة هذه السلبيات والإنحلال الخلقي ما نعرفه الآن من وسائل الإعلام، وسائل الإعلام خاصة وسائل الإعلام الثقيلة التي تزرع قيم جديدة تدمر حتى قيمنا الإسلامية. الآن قيمنا الإسلامية هي مهددة، هناك اهتزاز خطير في منظومة القيم لفاير، راهو يتكسر واحدة واحدة وتحت الرعاية السامية للأمم المتحدة. أعطيكم على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، كي نتحدث مثلا عن المؤتمرات التي ترعاها منظمة هيئة الأمم المتحدة، مؤتمرات عالمية جدا ترعاها صرف عليها الملايير من أجل تثبيت وتكريس قيم جديدة غريبة تماما عن قيمنا الإسلامية وعن حضارتنا الأصيلة. أذكر على سبيل المثال مؤتمر القاهرة من عام 1994، حضرات 160 دولة عبر العالم، وحضرات 1200 منظمة غير حكومية. والقرارات والمقررات التي صدرت عن هذا المؤتمر حتى الفاتيكان يرفضها، الفاتيكان المسيحي يرفضها لأنها تعدد كل الحدود الحمراء والخطوط الحمراء، لأنها تشكل يعني عدوانا مبرمجا مع سبق الإصرار والترصد على الحضارة الإنسانية. طيب، ومما يؤكد أو وينشر كثير هذا الانحلال ما يسمى أعلن عنه في برنامج الأمم المتحدة الإيماني، ومما ورد في هذا البرنامج أن أمريكا وحدها تصدر إلى أوروبا شحال سنويا مليون ومئتين ألف ساعة من البرامج التلفزيونية، مليون ومئتين ألف ساعة. هذا كل مضامين غربية أمريكية تحمل أفكارا ويعني أفكارا وقيما أمريكية خالصة. هذا اللي يؤكد عند بعض الناس ما يسموش العولمة اسم الأمريكا، إشارة إلى طغيان النظام الأمريكي على العالم على اليوم. وطبعا هذا الكم الهائل يكفي لتشغيل أكثر من 3200 محطة تلفزيونية على مدار ساعة كاملة. وأيضا ورد في تقرير اليونسكو أن بث الإنتاج الأمريكي في تلفزيونات العالم يتجاوز 75%، وأن الصناعة السينمائية الأمريكية تمثل 85% من الإنتاج العالمي، وأن شبكة الإنترنت تبث مضامينها بإحصاءات الآتية، يعني بالنسبة للغات 88% باللغة الإنجليزية، و 9% باللغة الألمانية، 2% باللغة الفرنسية، 1% تتقاسمه لغات العالم بما فيها اللغة العربية بدون تعليق. سوق مونديال، كل شيء واضح. طيب، أيضا من علامات يعني هذا من سلبيات هذه الحضارة المعاصرة
التفسخ العقلي من مظاهر التفسخ العقلي اهتزاز عقد الزواج. عقد الزواج صار مهتزاً عندهم كما تعلمون، زوال عواطف أو يعني عاطفة الأمومة والأبوة والبلوغة هذه زادت إلى حد كبير. وما أذكره هنا أن أحد رؤساء أوروبا مرة جمع 12 وزارة بخبرائها وقال لهم إن بلدنا في خطر. لماذا؟ لأن الأسرة أسرتنا في خطر، وهي تمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمع في بناء الدولة. فإذا كانت الأسرة قوية كان المجتمع قويا، إذا كانت الأسرة متماسكة كان المجتمع متماسكا، وإذا كانت الأسرة ضعيفة ومهزوزة وممزقة كان المجتمع كذلك. ثم من مظاهر الفضائل استئجار الأرحام وعلوم المدينة إلى آخره، يعني دورة كثيرة فيها الباب. هناك أيضا ظاهرة الطلاق النفسي والاضطراب العقلي وظاهرة الجريمة. الجريمة زرعت الخوف في كل مكان إلى غير ذلك. المهم هذا ما دفع عقلاء العالم الغربي. أذكر على سبيل المثال أليكسيس كاراي المعروف صاحب الكتاب المعروف الإنسان ذلك المجهول الحاصل على البريم نوبل، يعني جائزة نوبل في العلوم. أليكسيس كاراي هو وهيلاند وجورديوي وجارودي المسلم الآن كما تعلمون دخل الإسلام بالمناسبة في 1982 11 رمضان في 1982. هؤلاء العقلاء أجمعوا على أن حضارتهم لا تسعد الإنسانية، لذلك دقوا ناقوس الخطر. لماذا لا تسعد الإنسانية؟ لأن الجانب المادي طغى بوضوح على الجانب المعنوي الجانب الروحي كما سمعتم قبل حين. الآن نأتي إلى النقطة الأخيرة، مقومات الحضارة الإسلامية شو في نقاط محددة. المقوم الأول الاستثمار الحسن لعناصر الحضارة. ألف باء جيم الإنسان الوقت والكون بين معنى الإسلام يريد أن يبني حضارة تسعد البشرية. ربنا قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ماشي غير العرب ولا الموسيقى للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه مسألة في غاية الأهمية، لذلك فهذا العنصر الأساس في المقوم الأساس في بناء الحضارة الإسلامية المشهودة الاستثمار الجيد الحسن للإنسان. الإسلام يريد أن يبني هذا العنصر بناء حقيقيا من خلال العبادة الكبرى. العبادة الكبرى من صلاة وصيام وزكاة وحج من مقاصدها بناء الإنسان القادر على بناء حضارة تسعد غيره. وكذلك الكون كما قلت لكم قبل حين هو المجال المادي. الكون فيه سنن، هذه السنن مبثوثة في الحياة في الكون، يجب على الإنسان المسلم أن يتعرف عليها ويحسن استثمارها. إن شئتم أذكركم بقوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وبعدين يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. والله عز وجل قدم لنا العلاج. فإذا كانت أمتنا اليوم تعاني من ألوان من الإصابات، ألوان من الهزائم والإنكسارات، ولكن هذا القرآن العجيب المجيد يريد أن يعيد لنا الثقة في أنفسنا والثقة في ربنا، ويزرع فينا تلك القدرة والطاقة المتجددة على بناء حضارة جديدة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. طيب، وكذلك الاستثمار
الاستثمار الجيد الحسن للزمن والوقت هو الحياة. الوقت نسبع له كما تعلمون، ومما ورد في الحديث في الصحاح أن كل إنسان كل ابن آدم يسأل دون ما يسأل عنه، يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فنحن مسؤولون عن أعمارنا، والعمر أمانة بين أيدينا، يجب أن نحسن استثمار هذه الأعمار. المقاوم الثاني الاستفادة من الحضارات القائمة، لأن الشيخ الإسلام يقبل منا أن نأخذ الحكمة حيث وجدناها، وعلاقة الأخذ والعطاء موجودة بين جميع الحضارات. ومن العالمات التي لا يشهدنا على هذا الكلام سيغرد هوكن المعروفة صاحبة كتاب شمس الله تسطع على غرب المستشرق الألمانية. المقوم الثالث استثمار سنن الله في قيام الحرارات وتجنب أسباب دمارها. من سنن الله في قيام الحرارات العدل، من سنن قيام الحرارات المساواة، من سنن قيام الحرارات العمل، العمل قيمة الحرارات الكبرى. وقل اعملوا فسرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وكذلك تجد أسباب زوالها، من أسباب زوال الحرارات الظلم، والله لا يحب الظالمين. من أسباب قيام أسباب زوال الحرارات الفساد، والله لا يحب الفساد. وقال أيضا في آية أخرى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، سورة القصص فيها من الآيات. العنصر المقوم الرابع تحقيق التكامل والتوازن بين النقل والعقل. أبو حامد الغزالي أعطى إشارة لطيفة في هذا الباب باش يبين العلاقة بين النقل يعني الوحي والعقل. حتى المسلمين كانوا اللي يعقل العقل يقول العقل ما يحتاج باش نعدي القرآن مفرد. وهذا القرآن بأي شيء نفهمه؟ نفهمه بعقولنا. والقرآن الكريم كما تعلمون أكثر من ألف مرة يكرر وظائف العقل، التدبر، النظر، التفكر، والعقل دلالة باش يبقى دائما العقل شغال والفكر شغال. لذلك يا محمد الغزالي رحمه الله قال العلاقة بين النقل والعقل كالعلاقة بين الشعاع والبصر. لا يمكن أن ترى الحقائق المادية إلا بشرطين، البصر والضوء. إذا تعطل أحد الشرطين خلاص لا يكون هناك. دوكا نشوفكم الله يبارك في وجوهكم الغراء والضوء خير الله يبارك، أنا بمطر عينيا شرط واحد تعطل ما نشوف ولا واحد فيكم، نفتح العين نشوفكم. ولو كان أيضا طفيوا الأضواء وأيضا فتحوا العيون نغطوها كيف كيف، كلاهما ضروري. لذلك يقول العقل والنقل كلاهما ضروري للآخر، ويجيبها التشريع يقول كيما التلازم الموجود بين الشعاع والبصر. والمقوم الخامس التكامل والتوازن بين الإيمان والعلم. العلم الذي ينشأ في أحضان الإيمان هو العلم النافع، أما إذا انفصل العلم عن الإيمان صار مذمرا لقوله تعالى اقرأ باسم ربك. فإذا انفصل العلم عن اسم ربك صار مذمرا، اقرأ باسم ربك. المقوم السابع التحقيق التكامل والتوازن بين الروح، أو السادس المقوم السادس تحقيق التكامل والتوازن بين الروح والجسد. كانك شاهدت وما الدنيا إلا طعام وشراب ومناء فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. هذا تطرف واضح وغلو واضح. وجاء من يرشده قائلا يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته ما تطلب النفع ممن فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، وامدد يديك بالله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. هذا هو التوازن في الإسلام. والسابع تحقيق التكامل بين الحقوق والواجبات. ونحن
التكاليف. لذلك إذا وجدت أمة تطيب فقط حروبا حقي 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 هذا خلل. ولازم نغيره طبيعة الأمور واجبي واجبي واجبي، لأن أكبر ضمان للمحافظة على الحقوق هي القيام بالواجبات. إذا أقمنا بواجباتنا كما يقول حديث الجامع كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، قمنا بواجباتنا هذه الضمان الكبرى لحماية وحصانة الحقوق. وأخيرا المقوم الأخير هو تحقيق التوازن والتكامل بين الحرية والمسؤولية، بين الحرية والمسؤولية. أخيرا أقول إذا تحققت هذه المقومات تتحقق الحضارة الوسط للأمة الوسط التي أشار إلى القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 140، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والسلام عليكم.